السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هتكلم المرة دي عن موضوع في قصة أنبياء، وأنا تناولته في كتابي اللي هو آل عمران، قصة أو حكايات آل عمران. وهتكلم عن الشهيد ابن الشهيد. هنتكلم في قصة يحيى هنا، هنتكلم في قصة ازاي الشهيد ابن شهيد. والرسول جاب عليه الصلاة والسلام عن يحيى انه الشهيد ابن شهيد ليه؟ وده اللي هنجيبه. فطبعا الرسول عليه الصلاة والسلام قال لك الشهيد ابن شهيد، معناه ان يحيى اتقتل وزكريا اتقتل، لكن ازاي اتقتل والحكاية ايه والقصة ايه، دي جابها الكتاب أو الكتاب المقدس ابن كثير. يقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه يوماً، أصحابه، فوجدهم يتذاكرون فضل الأنبياء. قال قائل: موسى كليم الله. وقال قائل: عيسى روح الله وكلمته. وقال قائل: إبراهيم خليل الله. ومضى الصحابة يتحدثون عن الأنبياء، فتدخل الرسول عليه الصلاة والسلام حين رآهم لا يذكرون يحيى، فقال لهم: أين الشهيد ابن الشهيد يلبس الوبر ويأكل الشجر مخافة الذنب؟ في ملك اسمه هيرودس، وده ملك يعني في منطقة الشام وفلسطين، والملك ده أساسا كان حب ايه يتزوج امرأة اخيه، واخيه برضو ملك في حتة تانية وعاوز يتجوز امرأة ايه، امرأة اخوه. فراح ايه، كان اللي بيفتي في اللحظة دي او اللي هو مشهور دينيا كان سيدنا يحيى رغم صغر سنه، لكن كان طلب من يحيى انه يجيب له فتوى ان يتزوج زوجة أخوه. فطبعا يحيى قال له لا في المنطقة كلها، ولذلك هو حب ياخد فتوى من بق يحيى بأنه ده مفهوش حرمانية. لكن يحيى اللي هو اسمه يوحنا كان بيقول: لا يحل أن تكون لك امرأة أخيك. قال له: حرام، ما ينفعش إن تتجوزها. فطبعا امرأة أخو اسمها هيروديا، وأرادت هيروديا صممت على انه ايه، انها عايزة تقتل يحيى اللي منحها من انها تتجوز من ايه، من الملك هيرودس. قالت ابن هيروديا بنت هيروديا الاول لما شافت يحيى او يوحنا، خلينا نقول يحيى، لما شافت يحيى رفض الملك رغم جبروته وعظمته وقوته وإلى آخره، وبعدين حبسه، فلما لقيت الكلام ده وإن ده أول واحد يقول له لأ، فهي إيه أعجبت بمين، بيحيى، فراحت السجن له، فلقيته ساجد في الأرض أو بيصلي أو حاجة زي كده. فالمهم انتظرته وراحت اترمت على رجليه تقول له: يعني ما معنى انك انت تكون ليا وانا اطلعك من السجن ده؟ هو طبعا رفض هذا الاسلوب، ورفض اساسا الموضوع ده لانه مش في دماغه حاجات زي دي. فراحت هيروديا لما عرفت ان الملك عامل حفلة، فراحت لامها وقالت لها انها ايه ناوية تخلي الملك يقتل مين؟ يقتل يحيى. فراحت في وسط العشاء والسكر والعربدة اللي شغال فيها الملك وعلية القوم، راحت داخلة وعاملة رقصة بتاعتها اللي كانت مشهورة بها، انها بترقص في ملابس يعني تقريبا 7 ملابس فوق بعضيهم، وكل رقصة بتقطع او بتخلع فستان او بدلة رأس
من عليها، وهكذا لغاية ما تيجي للرأسة السابعة. فجت هي قبل الرأسة السابعة اللي هي مفروض تخلع أي حاجة لابساها، وقفت ومرضيش تكمل الرأس. فطبعا الملك في اللحظة دي عشان الضيوف، فقال لها وقفت ليه؟ قالت له لازم تجيبني بطلبي. قال لها اطلب اللي انت عايزاه وأمرك ايه وأمرك مطاع مجاب. فقال لها اطلبي ما تشائين وسأعطيك ما تطلبيه، فحتى لو كان نصف مملكتي. فالمهم وأقسم ذلك أمام ضيوفه. فهي قالت له عايزة راس يوحنا المعمدان اللي هو سيدنا يحيى. فالمهم الملك قعد يقول لها إلا الحاجة دي، خدي مملكتي، خدي كذا، أعمل لك كذا. هي رفضت. فالمهم قدام الناس اللي هم والضيوف وعلية القوم والحفلة اللي هو عاملها على شرف عيد ميلاده ولا حاجة زي كده، فطبعا مرضيش يكسر أو ينزل كلمته العرض. فراح أمر السياف إن يجيب راس يحيى عشان إيه؟ يقدمها لبنت هيروديا اللي هي الغنية الراقصة. فراح السياف قطع راس مين؟ راس سيدنا يحيى، كان هو ساجد على الأرض، وقطعها بالسيف وجابها على طبق. سبحان الله، الراس جت وهي على طبق أو صينية، وطول الطريق والراس بتتكلم لا يحل لك، لا يحل لك، لا يجوز، لا يحل لك، كلام من هذا القبيل، إن اللي هتعمله ده مش إيه، لا يحل لك مهما عملت. فالراس بتتكلم، وطبعا دي كانت إعجاز. فراح أعطاها للصبية دي اللي بترقص عشان تكمل الراس. فراحوا عملوا، فراحت هي كملت الرأس بعد ما خدت الرأس. فكملت الرأس بعد ما خدت الرأس، والمهم وخلعت الملابس أو البدلة الأخيرة. والمهم الملك في نفس الليلة حصل إن ربنا خسف بيهم بالملك وبإيه وبجماعته بمربع السكن كله، خسف بيهم الأرض. اللي حصل تاني يوم الصبح، الناس البعاد عن قصر الملك، وطبعا بيبعث أكرب جيشه باللي موجودين في منطقته، فجم فملقوش لا الملك ولا أي حد، ولا حتى إيه البيوت اللي حواليه مش موجودة كلها، خسفت. فهنا خسفت، الخسف غير الخسف، الخسفت يعني دخلت جوه الأرض، أما الخس يعني اتقلب من إنسان لحيوان، الخس، أو من حيوان لحاجة، يعني من أسد لفار مثلا، ده برضو نوع من الخس. فهو خسفت، فخسفت منهم الأرض. فراح واحد كان حاضر الموضوع ده ومشي يعني قبل ما يحصل الخسف. فقال للناس، وهم طبعا الناس هايجة كلها، فين الملك بتاعنا؟ فقالوا له اللي حصل ان رب يحيى، رب يحيى، عشان الملك قطع راس يحيى فخسف بيهم واختفوا خالص، قدام عقاب. قالوا له طب ما احنا زكريا لسه موجود عايش، فاحنا نقتل زكريا عشان ملكنا اللي قتله رب يحيى. وقعدوا طبعا يدوروا على زكريا، كان زكريا راجل عجوز. المهم الحكاية ان في شجرة كبيرة كان الشيطان شايف زكريا وهو بيهرب لما عرف الناس بتدور عليه، فالشجرة راح على الساق بتاعتها، شجرة معمرة اتفتحت بحيث ان هو يدخل في وسطيها. فدخل في وسطيها في الشجرة، وراحت الشجرة قفلت عليه على سيدنا زكريا. ولما اتقفلت عليه الشجرة كان هو لابس جلابية ولا قفطان ولا أي حاجة، فجزء من ملابسه كانت بره مع قفلة الشجرة. فالشيطان مسك فيها، فلغى وهو على شكل شيخ يعني كبير في السن. فقوم قالوا له أنت ما شفتش زكريا فين؟ فقال لهم دخل جوه الشجرة
ودي بقيت ودي ملابسه طرف ملابسه. فقالوا خلاص يلا تعالوا نولع في الشجرة. قال لهم هتولعوا في الشجرة زي ما ولعوا أهل أو قوم إبراهيم في إبراهيم وبعدين طلع سليم. فقال طب نعمل إيه؟ فقالوا إحنا تقصوها بالنص عشان ما يرجعش حي. فراحوا جابوا منشار وقعدوا يقطعوا الشجرة عشان إيه؟ عشان يقطعوا زكريا من المنتصف نصين، نص فوق ونص تحت. طبعا سبحان الله إن طبعا زكريا روحه يعني أو قبل ما يقصوه كان روحه طلعت عند بارئها أو خرجت لبارئها عشان ما يشعرش بألم الإيه بألم القص. وطبعا أي واحد لما بيموت مهما يعمله في جسده وهو ميت فما بيشعرش بأي حاجة، لأن الشعور في الحياة وليس في الموت. فهذه قصة سيدنا زكريا. فأصبح سيدنا يحيى اندبح وسيدنا زكريا اتشق بالمنشار نصين، فده أصبح الشهيد ابن الشهيد. ودي القصة حبيت أقولها لكم. طبعا القصة دي في كتابي ده اللي هو حكايات آل عمران. وإلى لقاء في قصة أخرى إن شاء الله من قصص الأنبياء. تنسوش تفعلوا الجرس وتشتركوا في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.